شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، سهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه هي تشكيلة برشلونة ودوري أبطال أوروبا شامبيونز في ضيافة البارسا، باريس سان جيرمان، توتس أمبل كيب، هنا باللغة الكاتالونية يعني كلنا وراء الفريق. من تدارك هزيمة في الذهاب بأربع أهداف في تاريخ الكؤوس الأوروبية في الأصل. رافينا في الكروس، خطير على باري، الكرة الأولى خطيرة صعبة، جول، الهدف الأول، الهدف الأول في رأي، كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس إنريكي البيستولير ولع ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ذلع من تمشي عن طريق نيمار، نيمار السامبا دي جانيرو للفريق الكتالوني. هذه الكرة الأخيرة وفما دقيقة تسعة في المباراة، نيمار على القائم الثاني، الراسية وماسكيرانو، شط الكرة خفير والكرة بعيدة أخرى الأخرى والأخرين مين الحارس ترابلي على يساره، وري هم قالوها هم غنوها ولكن الفرحة ما وصلوها. تبقى النتيجة في واحد واحد من ربع، هل يفعلونها في الكامب نو ويكملوا السيري؟ يا ولد يا ولد يا ولد، هذا هو السامبا دي جانيرو، هذا هو السامبا دي جانيرو، نيمار الغدار. دقائق نيمار يرجع الكرة نيستا، نيستا يسدد نيستا ولا يعبر. الأجواء الباريسية، أجواء باري مؤمنة للحظة، أجواء سارسة، مش يعطي مساحات لكن خطأ من راقي، يمشي شاط حتى لا ما حتاش لوكاس لفريق البارسا، خطيرة إنيستا، إنيستا يقاتل ماذا يفعل، وجول جول 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 إنيستا الماجية، إنيستا الماجيكو أندرياس، في صفر ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية، والصوت أول كابوس لباري، والصوت أول آخر كورة وآخر كورة تقطع مع صورة الشوط الأول على صورة مليئة بالتوهج والنجاح والتفاعل والأمال للفوز ولضربة القاضية. لابد أن يسجل إذا يحب يمشي ربع نهائي قدام بارسا كبير. الزفر الألماني، الألماني هبلنا، الألماني جننا، الألماني شقرر، هنا مناوشات وضربة جزاء، بنانتي للإفس برشلونة. ماذا يحدث في قمة الكامب نو؟ ماذا يحدث في السارة الاستثنائية؟ يمشي ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول جول 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 دي الإفس برشلونة، التيرسيرو يا إنريكي، التروازيام يا إيمري، 3-0 البارسا عندها بعد 4-0 مؤدى بالسقوط، ولكن ليس بعد جول، مش ممكن كافاني، مش ممكن كافاني. وهذا ما يلام عليه باري ومدرب إيمري، هذا السلاح الدفاعي. الفاينل فور لبطولة الشامبيونز ليج للشباب، كرة خطيرة وجول كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إيديسون، إيديسون البطيخة وليس بطيخة، كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة، 3-1 إيديسون كافاني. الفرحة بارسا يلعب وين وممكن ينهار بدنيا، ممكن ينهار بدنيا، هرب كافاني، كافاني جول، كافاني جول، خلص 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 خلص، ما خلصش ما خلصش، تير شتاجن بسبعة أرواح. هذه لها الرابع، الرابع يا ميسي، أردا أردا ترى جول 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 على الخط من كرش الحوت. تيتي أم تيتي يمشي بالكرة يضرب نيمار، وهذه ثامنة يسجل باريس سان جيرمان وسجل في كل مباريات الأوروبية هذا الموسم. يمشي ميسي حتى لا ليو كادي شعل الربع ساعة الأخرى. على فكرة برشلونة للمرة 15 كرة ليو ميسي، يمشي ليو ميسي خطيرة والرأسية والرباعية ممكن الله، ولكن الحكم رفع راياته، الحكم رفع جيرمان سجل أكثر أهداف. باريس سان جيرمان ما اهتزش وما انهارش وقت وصل خاسر 3-0 والآن 3-2 يا رب. دي ماريا خلص خلص خلص، دي ماريا مش ممكن، أنخل دي ماريا كان يحسن أكثر في البيت صاحبي. ترجع الكرة مرة أخرى وتراب والرباعية نيمار،
نتيجة أول هزيمة أوروبية للبي جي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو. ما هذا ما هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تزروني؟ يمشي ميسي، ميسي خطيرة، مش ممكن مش ممكن، ضرب جزاء مش ممكن، ضرب جزاء. إنه الزلزال، الخمسة تقرب، الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح. يمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار. جول 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 خمسة 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 واحد. لولا كفاري لحد الآن قلت لكم الحكم. مسات كورة، هو نيمار مش يضرب، نيمار يوزع، نيمار وجول جول 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 جول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة من دقيقة 87. النتيجة 3-1، البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها. جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنتولوجية، تاريخية تاريخية تاريخية. 6-1 6-1. يا الله يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن ماذا حدث في الكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود ب4-0 قدام بي جي لن يخرج بدون لقب الأذنين. Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun. We're